كيف ما كتعرفوا في إطار هذه الحملة الطبية اللي كتنظمها مندوبية وزارة الصحة بمكناس بشراكة وتعاون مع شركة لافارج هولسيم وجمعيات المجتمع المدني بويسلان لفائدة ساكنة ويسلان. هذه الجمعية كيف ما كتعرفوا غادي تعرفوا واحد العدد ديال الخدمات الصحية ممتلئة في فحوصات طبية وتمريضية وفحوصات بالصدى وكذلك تحاليل مخبرية. هذه الحملة هي الثانية من نوعها على غرار السنة الماضية والتي تمتد على مدة أسبوع تقريبا من اليوم إلى غاية 15 شهر من الشهر الجاري والتي ستهم عدد ديال المراكز الصحية التابعة للدائرة الصحية ويسلان. بهذه المناسبة أشكر جميع الفاعلين وجميع المتدخلين وجميع الشركاء جميع جمعيات المجتمع المدني وكذلك الساكنة وكذلك الصحافة اللي دارت التغطية لهذه الحملة الطبية التي تهدف بالأساس إلى تجويد الخدمات الصحية والرفع من المستوى ديالها وتقريبها إلى المواطنين. كيف ما كتعرفوا مرة أخرى هذه الحملة تجندت لها أطر طبية من المندوبية برئاسة شبكة مؤسسات الصحية الإدارة ديالها والطاقم وكذلك الأطر الصحية اللي تابعة للدائرة الصحية ويسلان. وبهذه المناسبة أشكرهم جزيل الشكر على المجهودات اللي كيبذلوها لتجويد العرض الصحي بويسلان. كما لا يفوتني أن أشكر شركة لافارج هولسيم لمكناس على كذلك الدعم اللي كتقدمه للخدمات الصحية بمكناس وخاصة بالدائرة الصحية ويسلان والذي يتم في تجهيزات في بنايات في ترميم في عدد ديال المسائل اللي ردات هذيك مؤسسة صحية النموذجية اللي كان فيه يفتخر بها أي مواطن كينتمي لمدينة ويسلان.